كنا نعرفوا بلي لا كومبيتيسيون ما سهلاش وكتكون من 4 سنين 4 سنين. الحمد لله اون في بيان، حنا واعيين المسؤوليه اللي علينا، نحاولوا ان شاء الله اننا نحقوا المبتغى ان شاء الله، سورتو في لو برومي ماتش. لحقاش البرومي ماتش هو اللي كيدخلك في لا كومبيتيسيون ديما. كيف تقريبا كيكونوا سي دي زيكيب فورت، يعني حتى حنا اوني اون غروند ايكيب، اوني اون ايكيب فورت. نحاولوا ان شاء الله اننا نبريباريو كل مقابله بالطعم ديالها، بو امبورت لادفيرسير. ان شاء الله اون فا ترافايي لي فيكتوار ان شاء الله، بوكو با في لي تخوا ماتش، ندوز ان شاء الله ليسونسيال، ندوز ان شاء الله لي غروب فاز دو غروب. في اطار الالعاب الاولمبيه باريس 2024، المنتخب المغربي غيدخل غيمار هذه المنافسه على بعد ايام قليله، وهذه المره اسود الاطلس غيكون على موعد مع مجموعه قويه كتضم كل من المنتخب اوكرانيا، العراق والمنتخب الارجنتيني. هذا الاخير هو اللي كيعتبر من المرشحين للفوز بالميداليه الذهبيه في هذه النسخه، غيكون هو خصم المنتخب الوطني في المباراه الاولى اللي غيخوضوها في التظاهره، مباراه اللي غتكون صعبه امام خصم عنده تجربه كبيره في هذه المسابقه، بالاضافه لامتلاك الاسماء شابه عندها موهبه كبيره. شكون هو المنتخب الارجنتيني الاولمبي؟ وشنو هي نقاط قوته ونقاط الضعف اللي كيمتلكها؟ وشكون هما ابرز الاسماء عند هذا المنتخب؟ هادشي كامل وكثر غنشوفوه في هذا الفيديو. قبل ما ندوزو لمحور هذا المقطع، لابد مره ولو نديرو غير اطلاله خفيفه على تاريخ المنتخب الارجنتيني في الالعاب الاولمبيه. المنتخب الارجنتيني والملقب بالالبي سيليستي غيخوض غمار هذه المنافسه للمره العاشره ليه في تاريخه، بحيث قدر في 9 ديال المناسبات السابقه انه يتاهل للاولمبيات. اول مره كانت في دوره امستردام سنه 1928، واللي قدر يفوز بالميداليه الفضيه في هذه الدوره، وكتعتبر هذه الميداليه هي الميداليه الاولى من بين 4 ديال الميداليات قدر يفوز بهم المنتخب الارجنتيني. جوج ميداليات فضيه وجوج ميداليات ذهبيه كانت هي حصيله هذا المنتخب في الالعاب الاولمبيه. بخصوص الميداليات الذهبيه، الاولى كانت في اولمبياد 2004 والثانيه في اولمبياد بكين 2008، بجيل تاريخي من اللاعبين من بينهم الاسطوره ليونيل ميسي، سيرخيو اغويرو وخافيير ماسكيرانو. هذا الاخير من بعد اعتزاله ولا هو مدرب الالبي سيليستي الاقل من 23 سنه حاليا، وكيطمح يعاود يتوج بالميداليه الذهبيه مجددا، ولكن هذه المره كمدرب وبقيادته لهذا المنتخب. قدر يجمع مجموعه من اللاعبين الشباب واللي كيمتلكوا مهارات فرديه عاليه، بالاضافه للروح القتاليه واللي معروف عليها المنتخب الارجنتيني، بحيث قدروا يضمنوا مكان في الالعاب الاولمبيه بالعاصمه الفرنسيه باريس 2024 بمسار رائع في التصفيات المؤهله للاولمبيات. التصفيات الخاصه بمنتخبات امريكا الجنوبيه كتقسم جوج ديال الادوار، الدور الاول عباره عن جوج ديال المجموعات، كل مجموعه فيها 5 ديال المنتخبات. المنتخبات صاحبه المركز الاول والثاني كتمر للدور الثاني، واللي هو كذلك عباره عن مجموعه كتضم 4 ديال المنتخبات. صاحب المركز الاول والثاني كيتاهلوا مباشره للالعاب الاولمبيه. المنتخب الارجنتيني تاهل من الدور الاول صداره مجموعته، وفي الدور الثاني قدر يتاهل بصعوبه ومحسم التاهل حتى للمباراه الاخيره امام المنتخب البرازيلي، واللي انتهت بفوز الالبي سيليستي بهدف نظيف. وباش يحجز المنتخب الارجنتيني مقعد برفقه منتخب الباراغواي في الالعاب الاولمبيه، الارجنتين وبقياده المدرب المحلي خافيير ماسكيرانو ما عندهمش خطه محدده كيلعبوا بها في جميع المباريات، ولكن الملاحظ هو ان الالبي سيليستي كيتناوبوا على خطتين وهما اللي كيستعملوهم في اغلب الاوقات، 4-3-3 وخطه 4-2-3-1، وعلى اثر المعطيات اللي قدرت نوصل ليها. المنتخب الارجنتيني من خلال التصفيات الخاصه بمنتخبات امريكا الجنوبيه اللي لعبها، لعب 7 ديال المباريات، 4 منها لعب بنظام 4-3-3، وهما مباريات البيرو، البرازيل، والمباراه الاولى والثانيه امام الباراغواي. اما الخطه الثانيه لعب فيها باقي المباريات، وهما مباريات ضد منتخب تشيلي، الاوروغواي، وفنزويلا. واللي قدرت نستنتج من هذه المعطيات هو ان المدرب خافيير ماسكيرانو من كيبغي يلعب باسلوب دفاعي او اسلوب تحفظ، كيلجا الخطه 4-3-3، بحيث الى لاحظنا المنتخبات اللي طبق معها هذه الفكره غنلاحظوا بانها منتخبات قويه قادره تخلق مشاكل للمنتخب الارجنتيني وخاصه للمنتخب الباراغواياني. هذه الخطه كتمتاز بتماسك دفاعي جيد بالنسبه للمنتخب الارجنتيني، واخا ماشي دفاع بذاك القوه اللازمه، ولكن على الاقل كيتحسن المردود الدفاعي، وهذا الشيء غنطرقوا ليه بشكل مفصل من غنوصل لنقاط قوه ونقاط ضعف منتخب الالبي سيليستي. بينما خطه 4-2-3-1 فهي خطه كيعتمدها ماسكيرانو في حاله ما بغى يستحوذ على الكره اكثر ويلعب بشكل هجومي، وهذا الشيء يمكن لنا نلاحظوه من خلال المباريات اللي لعب بها المنتخب الارجنتيني بهذا الاسلوب، بحيث في 3 ديال المباريات واللي لعب فيهم الارجنتين بهذه الخطه قدم فيهم مستوى هجومي ممتاز، وقدر يسجل في 3 ديال المباريات 10 ديال الاهداف، ولكن هذه القوه الهجوميه كتجي على حساب الدفاع، وهذا الشيء غيدوز لنا نقطه مهمه وهي نقطه ضعف كبيره عند
عند المنتخب الارجنتيني الاولمبي، واللي هي دفاعه اللي ما كيمتاش بالصلابه الكافيه، وهذا الشيء من بين الاسباب الرئيسيه اللي خلات ماسكيرانو يستدعي نيكولا اوتاميندي كواحد من الاسماء اللي غينضافوا لقائمه الالبا سيليستي في التظاهره العالميه. خط دفاع عند المنتخب الارجنتيني هو اضعف الخطوط عند هذا المنتخب، بحيث كيكون سهل اختراقه، واللي ضروري طريق سكيتيوي برفقه الطاقم ديالو غيكونوا ردوا البال لهذا المعطى، وغيعتمدوا على سرعه لاعبي المنتخب المغربي، بالخصوص سفيان رحيم، لاعب اللي كيجي للعب في المساحات، واذا لقى لاعب اللي غيعطيه اللمسه قبل الاخيره غيكون وجه لوجه امام الحارس في عده مناسبات. هذا الضعف الدفاعي كيكون ظاهر بشكل واضح ملي كيعتمد مدرب المنتخب الارجنتيني على تشكيله 4-2-3-1. معطى اخر واللي كيزيد ياكد كلامي هو عدد الاهداف اللي استقبلها المنتخب الارجنتيني في التصفيات المؤهله للالعاب الاولمبيه، بحيث في 7 ديال المباريات تلقات شباك الالبي سيليستي 9 ديال الاهداف، وهذا مؤشر كيبين ان هناك خلل واضح في دفاع الارجنتين، واللي غيحاول خافير ماسكيرانو يقوي هذا الجانب بنيكولا اوتاميندي، خاصه انه كيمتلك خبره كبيره وغيكون علامه فارقه في هذا المنتخب، بالاضافه للحارس الثاني للمنتخب الارجنتيني الاول جيروني مورولي حارس نادي فياريال الاسباني، ماشي حل مشكل الخط الدفاعي بشكل نهائي. اما بخصوص نقطه قوه هذا المنتخب فغادي تكون لاحظتها واستنتجتها من قبل، وهي القوه الهجوميه والتهديفيه الكبيره عند هذا المنتخب، بحيث كيمتلك المنتخب الارجنتيني اسماء هجوميه مبدعه وخلاقه بشكل كبير في الخط الهجومي وكذلك في وسط الميدان، الاشياء اللي خلات منتخب الالبي سيليستي يسجل في جميع مبارياته في التصفيات، بحيث قدر يسجل 17 هدف من اصل 7 ديال المباريات خاضهم هذا المنتخب، وكيتعتبر هو المنتخب الاكثر تسجيلا للاهداف في تصفيات امريكا الجنوبيه المؤهله للالعاب الاولمبيه، وهذا الشيء راجع مره اخرى لقوه الاسماء اللي كيمتلكها في الخط الهجومي، بدايه من لاعب تياغو المادا لاعب نادي بوتافوغو البرازيلي، هو قائد الكتيبه الارجنتينيه، كيلعب في مركز وسط الميدان الهجومي وكيقدر يلعب كذلك كجناح، ولكن المركز الاساسي ديالو هو وسط الميدان الهجومي، مبدع جدا في صناعه اللعب وعنده قدره كبيره على اختراق دفاعات الخصوم، بالاضافه لقدرته الهائله على تسجيل الاهداف، بحيث كيتعتبر هو هداف المنتخب في التصفيات بخمسه ديال الاهداف وقدم جوج ديال التمريرات حاسمه. لاعب اخر كيتعتبر مهم في تشكيله خافير ماسكيرانو واللي هو ايزيكيال فرنانديز لاعب نادي بوكا جونيورز الارجنتيني، لاعب مبدع في وسط الميدان بحيث كيتعتبر لاعب ضروري في تشكيل المدرب الارجنتيني باعتباره لاعب وسط ميدان متكامل عنده قدره كبيره على خلق الفرص والابتكار، بالاضافه للرؤيه الجيده اللي كيمتلكها داخل الملعب والتمريرات الحاسمه، بالاضافه الى الانضباط الدفاعي، هادشي كامل كيخليه ورقه صعيب يستغنى عليها خافير ماسكيرانو. اسم اخر كيتعتبر من الاسماء المفتاحيه في تشكيل المنتخب الارجنتيني وهو مهاجم هذا المنتخب لوسيانو غوندو لاعب نادي ارجنتينيوس جونيورز، لاعب بالرغم من انه كان كيدخل كاحتياطي في اغلب الاوقات في التصفيات الا انه كان اسم حاسم في تاهل المنتخب الارجنتيني للالعاب الاولمبيه، بحيث قدر يسجل 4 ديال الاهداف، واحد منهم هو الهدف الاهم واللي حسم تاهل الاولمبيات امام منتخب البرازيل، بالاضافه لاسم اخر غينضاف للتشكيله وهو لاعب نادي مانشستر سيتي الانجليزي خوليان الفاريز، لاعب شاب كلنا كنعرفوا المقومات الهجوميه عند هذا اللاعب وقدرته الكبيره على انهاء الهجمات وكذلك الاحتفاظ بالكره. المنتخب المغربي مطالب بتحقيق نتيجه ايجابيه في هذه المباراه، خاصه اذا بغينا نمشيو بشكل جيد في مشوارنا في المجموعات. المباراة غتكون صعبة أمام منتخب اللي قوي تكتيكيا وفرديا وعنده أسماء اللي تقدر تصنع الفارق، إن شاء الله لاعبي المنتخب المغربي يكونوا في الموعد في هذه المباراة ولما لا يخرجوا بنتيجة الانتصار في هذه المقابلة، المقابلة اللي غتلعب يوم الأربعاء المقبل إن شاء الله في ملعب نادي سانت إتيان. جوفرو غيشار، شنو هي التشكيلة اللي غيدخل بها طريق سكيتيوي؟ واش المنتخب المغربي قادر على الانتصار في هذه المباراة؟ بغيت نشوف الرأي ديالك في التعاليق.